بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، والطقس كمان النهاردة حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، إنما مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط للرياح احيانا قد تكون مثيره للرمال والاتربه على مناطق من مدن القناه وشمال محافظه البحر الاحمر وشمال الصعيد، وفي فرص لامطار متوسطه قد تكون غزيره ورعديه احيانا على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. كمان في امطار خفيفه قد تكون متوسطه على السواحل الشماليه الشرقيه وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء، وامطار ثانيه خفيفه على القاهره الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وكلنا يعني مهتمين نعرف أخبار العاصفة دانيال إيه، خصوصا هي طبعا عارفين أنها ضربت اليونان وزحفت على سواحل ليبيا وبقت على حدودنا الغربية مع ليبيا، ومن المعروف طبعا النوع ده من العواصف لما بتدخل على اليابسة بتفقد كتير جدا من قوتها، فطمنينا على أخبارنا على الحدود الغربية إيه؟ هو بالفعل بمجرد دخول العاصفة دانيال على الأراضي المصرية بدأت تفقد قوتها كلها بشكل كبير جدا، وضعفت الحالة الجوية بشكل كبير، وتبقى منها منخفض جوي أثر بالأمس على المنطقة الغربية في جمهورية مصر العربية، وتزامن معه أيضا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا عملوا على حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بالأمس، وخاصة في محافظة مطروح، وتساقطت أمطار ما بين كانت متوسطة إلى غزيرة وكانت رعدية في بعض الأماكن، وطبعا نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والأتربة وأدى لانخفاض وتدهور رؤية أفقية خاصة في سواحلنا الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق من القاهرة بالأمس. اليوم المنخفض الجوي هيبدأ يأثر على باقي المناطق الشمالية، مع حركة المنخفض الجوي من الغرب للشرق هيبدأ يأثر اليوم على شمال البلاد، ويمكن من اليوم هيكون في انخفاض في درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية تكون كتل هوائية شمالية، مع كمان المنخفض الجوي للطبقات الجو العليا ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة، ففي انخفاض في قيم درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات. بدأت درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، عظمى على القاهرة الكبرى اليوم هتكون 33 درجة مئوية، يمكن أغلب مناطق الجمهورية وخاصة المناطق الشمالية فيها انخفاض في درجات الحرارة، فعشان كده طقس اليوم هيكون طقس أشبه بالأجواء الخريفية الحارة فترة النهار على السواحل الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خاصة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، فترات الليل كمان هنشعر بمزيد من التحسن في الأحوال الجوية، درجات الحرارة الصغرى هتنخفض فترة الليل وتكون ما بين 24 و 25 درجة مئوية، فأجواء فترة الليل هتكون أجواء معتدلة تماما في معظم الأمثال. كمان اليوم مكمل معانا نشاط الرياح سرعته ما بين 30 ل 35 كيلومتر على الساعة، وهيكون مثير للرمال والأتربة، ويمكن الآن في بعض الأتربة والرمال المثارة في القاهرة الكبرى، الأتربة والرمال المثارة هتبقى واضحة بشكل كبير كمان في محافظات شمال الصعيد، بعض الأماكن من محافظات الوجه البحري، شمال محافظة البحر الأحمر، مدن القناة، بعض المناطق من سيناء، الأتربة والرمال المثارة ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية، بالإضافة كمان فرص الأمطار موجودة معانا بشكل كبير اليوم، هتكون أمطار ما بين الخفيفة المتوسطة على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح والإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وأيضا بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الشرقية. تمتد الأمطار كمان خفيفة لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، الأمطار كمان خلال فترة المساء إن شاء الله متوقع أنها تمتد للقاهرة الكبرى أمطار خفيفة أيضا، لكن في مجمل الأمطار مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. الحمد لله إحنا يعني تأثرنا يعني حاجات بسيطة جدا من العاصفة دانيال، الأجواء عندنا تعتبر أجواء نوعا ما فيها بعض التقلبات لكن مستقرة عن طبعا اللي إحنا شفناه، الكارثة الطبيعية اللي إحنا شفناها في ليبيا أو في اليونان. طب الحالة يعني من عدم الاستقرار دي مكملة معانا لحد إمتى؟
احنا بكره لسه المنخفض الجوي موجود معانا وهيكون موجود في المنطقه الشرقيه، ففرص الامطار لسه مكمله معانا في سواحلنا الشماليه الشرقيه، خليج السويس، بعض الاماكن والمدن القناه، ويمكن بعض المناطق كمان الداخليه. مع يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي تماما وتتلاشى فرص الامطار الموجوده، يستمر معانا فقط انخفاض درجات الحراره او التحسن الكبير في درجات الحراره، وده هيكمل معانا ان شاء الله لمنتصف الاسبوع القادم. درجات الحراره تظل حول المعدلات، يعني مش هيكون فيها ارتفاع وتحسن في الاحوال الجويه بشكل. طب حركه الملاحه البحريه يا فندم؟ هي حركه الملاحه البحريه ما تاثرتش بشكل كبير في الحاله الجويه دي، فارتفاع الامواج على البحرين الاحمر والمتوسط معتدل ما بين 1.5 ل 2 متر، البحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. احنا بس هنحذر كل الساده المواطنين، مهم جدا مع وجود الاسربه والرمال المثاره اللي ممكن تؤدي طبعا الاول لانخفاض رؤيه افقيه، لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، مرضى حساسيه صدريه والجيوب الانفيه، لو خارجين النهارده لازم نرتدي الكمامات. وطبعا مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه، لان احنا دايما في تحديث دائم ومستمر للنشرات الجويه طبقا للخرائط والتوزيعات الضغطيه، فمهم جدا قبل ما نخرج من البيت نعرف الحاله الجويه ايه ونتابع النشره الجويه عشان نتاقلم مع اي ظروف جويه مختلفه. أشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتور منارة غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 33-24، اسكندرية 31-24، العلمين الجديدة 30-24، مطروح 28-23، دمياط 30-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 34-26، السويس العظمى فيها 33 والصغرى 25، العريش 35-25، كاترين 31-14، طابة 36-25، حلايب 35-28، شلاتين 38-29، شرم الشيخ 40-30، الغردقة 39-29. الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 24، بني سويف 34-24، الوادي الجديد 38-27، أسيوط 35-24، سوهاج 36-25، قنا 38-26، الأقصر 39-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 41 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمعنا وأحمد نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.